الدولي المغربي سفيان رحيمي مهاجم نادي الرجاء البيضاوي بات قريبا من ارتداء تيشيرت النادي الأهلي المصري. خلال اليومين اللي فاتوا انتشر ارتباط اسم سفيان رحيمي بالأهلي المصري، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ ومش بس كده، ده كمان حددوا المبلغ اللي مطلوب من الرجاء للأهلي، وعارفين العلاقات الطيبة ما بين الرجاء والأهلي، وخدنا بدري بنون برضو من الرجاء الرياضي المغربي، وكمان قالوا بتدخل زميله ولاعب النادي الأهلي الحالي بدر بنون، وانه بيخلص فيه الصفقة. خلال اليومين اللي فاتوا الدنيا اتقلبت، بس اللي خلاني اعمل حلقة دلوقتي بالذات لان احمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق والاعلامي المعروف في حاليا في مصر اكد الخبر على صفحته الشخصية، وكاتب قريبا صفقة النادي الأهلي الجديدة، وحاطط صورة سفيان رحيمي. هقول لك كل الأخبار جوه الحلقة، وأقول لك هل سفيان رحيمي مناسب للنادي الأهلي وحيفيد النادي الأهلي ولا لا. معكم أخوكم عصام السرساوي، شرف لي أنك تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه، ولو جديد في القناة وقديم في القناة المهم تعمل لنا لايك، لأن اللايك بيخلي الحلقة تنتشر، فما تبخلش علينا باللايك. ولو كنت مهتم بكل أخبار النادي الأهلي هتلاقيها عندي إن شاء الله. يلا بينا نتكلم عن سفيان رحيمي وتعاقده مع النادي الأهلي. البداية ارتبط اسم سفيان رحيمي بانتقاله للنادي الاهلي في الوقت اللي الاهلي بيبحث فيه عن تدعيم قوي للجبهة الهجومية او الجناح الشمال او الجناح اليمين القوي، وارتبط اسمه مع الاهلي لان سفيان رحيمي من اللعيبة اللي بتجيد اللعب في كذا مركز. وحاجي وتطرق ليه هل يفيد سفيان رحيمي الاهلي وهيجد الاهلي ضلته في سفيان رحيمي ولا لا بعد ما اقول لكم الاخبار. طبعا الكلام كان في الاول انا بقول فرقعة اعلامية وارتبط اسم كمان زي سيدينو وزي كذا لاعب، بس لما يطلع الكابتن احمد شوبير كابتن النادي الاهلي السابق والاعلامي الحالي في قنوات اون تايم سبورت على صفحته الشخصية زي الزرامة بتظهر قدامكم، وكاتب الصفقة المنتظرة وباتت قريبة، وحاطط صورة سفيان رحيمي، ده بيأكد وكاتب تحته وحاطط يعني البوست اللي بيقول ان هل يفيد سفيان رحيمي النادي الاهلي ولا لا. فلما احمد شوبير يحط الكلام ده يبقى الموضوع مش من قبيل الصدفة وفرقعة اعلامية، لان احمد شوبير واللي عارف في مصر الاعلام عارف ان احمد شوبير قريب جدا من مجلس ادارة النادي الاهلي، وبيبقى عنده معلومات موثوقة وعنده معلومات قوية. ولما ارتبط اسمه كمان في خلال اليومين اللي فاتوا كان في كلام على المبالغ المالية اللي هتدفع واللي الرجاء عايزها من الاهلي. هقول لكم انا ما فيش شك ان حاليا في مفاوضات مع الاهلي والرجاء على سفيان رحيمي. سفيان رحيمي الرجاء اللي حدد 5 مليون دولار، واللي متوقع ان الصفقة تخلص على 4 3.5 4، فظل العلاقات الجيدة والطيبة. وقالوا كمان في الاخبار ان بدر بنون هو بيلعب دور مهم جدا جدا في انتقال سفيان للاهلي، لان هما كانوا بيلعبوا مع بعض وكان لسه منتقل السنة دي من الرجاء للاهلي. الكلام ده حقيقي واحمد شوبير ما بيقولش كلام غير لما يكون متأكد منه. طيب هل سفيان رحيمي الصفقة قوية للاهلي وحيفيد الاهلي؟ ايوة سفيان رحيمي حيفيد الاهلي، وهقول لكم بالارقام دلوقتي. السنة دي سفيان رحيمي لعب 26 مباراة مع الرجاء، قدر انه يحرز 10 اهداف ويساهم ب 8 اسيست، يعني مساهم في 18 هدف في 26 مباراة. تألقه الملفت حتى شفناه في مباراة الكونفدرالية قدام بيراميدز، وقدر يحرز هدفين في المباراة اللي هنا، والتألق بشكل ملفت ومتألق كمان في الدوري المغربي، وانه كمان بيشغل 3 مراكز ممكن يلعبها ويستفاد بيها الاهلي. اولا بيلعب سفيان رحيمي جبهة اليسرى والجبهة اليمنى، وكمان بيلعب راس حربة صريح، يعني الاهلي لما يجيب سفيان هيستفاد بيه، عايز يلعبه
جناح يمين هيلعبه، عايز يلعبه جناح شمال هيلعبه، عايز يلعبه راس حربة صريح هيلعبه، قادر انه يلعب الثلاث مراكز دول. وان كان اهم مركز وبيحبه سفيان رحيمي هو الجناح الايسر، بس بيلعب في الثلاث مراكز وبيأدي في الثلاث مراكز كويس جدا جدا. صفقة منتظرة، صفقة كنت لما كنت بعمل بس على ماتشات الاهلي في افريقيا كنت بتمنى ان سفيان رحيمي من اللعيبة اللي الاهلي يجيبها، لانه فعلا لعيب كبير، لعيب يعني يشيل انه فانيلة النادي الاهلي، كان بيلعب في الرجاء. وخير مثال بدر بنون لما جه من الرجاء وقلنا الاهلي هيجيب مدافع افريقي، طب ما يستفاد بالمركز الافريقي، اللاعب الافريقي ده في مهاجم او نص ملعب مهاجم. فلا، بدر بنون بسم الله ما شاء الله عامل معانا موسم طيب جدا جدا، وصمام امان للنادي الاهلي. زي سفيان رحيمي بيلعب في فرقة كبيرة، بيلعب في فرقة اسمها الرجاء، وتشيرت الرجاء مش اي حد بيلبسه، واي حد هيجي من الرجاء للاهلي فمن المتوقع ان بنسبة 90% انه ينجح مع النادي الاهلي، لانه بيلعب في مستوى عالي وفرقة مستواها كبير، وبيلعب في فرقة بطولات، وبيلعب في دوري ابطال، وبيلعب لعب في الكونفدرالية ودوري ابطال اوروبا. فمن المتوقع ان الصفقة هتكون ناجحة بكل المقاييس للاهلي، وبالتالي هتكون ناجحة لسفيان رحيمي. سفيان رحيمي جاي من نادي كبير، وجاي نادي كبير، نادي بقيمة النادي الاهلي، افضل نادي في افريقيا حصولا على بطولة افريقيا وحصولا على البطولات، وجاي ليه نادي كبير جدا جدا هيعلي من اسمه، لا يقل طبعا عن الرجاء البيضاوي اللي كان نادي او كان بيلعب برضو في نادي كبير. فالطرفين هيستفادوا من بعض. الاخبار كلها بتقول ان لسه الاتفاق المادي، لان الرجاء عايزة 5 مليون، الاهلي ممكن يوصل لتلاتة، تلاتة ونص، فده اللي احنا هنشوفه في الايام اللي جاية. سفيان رحيمي مش بس كده، ده لعب مع المنتخب المغربي واللي حصل على البطولة في المحليين، وعارفين سفيان تألق ملفت. ومش بس كده، ده خليل زيتش خده في التربص الاخير ولعب كام وقت قصير مع المنتخب الاول المغربي. فسفيان هيكون صفقة ناجحة للاهلي بكل المقاييس، الاهلي اللي بيسعى وعايز يجد ضلته في مهاجم قوي، مهاجم يعني اسم تقيل واسم بيلعب في نادي كبير، والاهلي عامل توأمة مع الرجاء. فاتمنى بس من لو جه الاهلي من جمهور الرجاء انه ما يزعلش مننا، احنا خدنا منهم بدر بنون وهناخده منهم سفيان رحيمي، لا انتوا حبايبنا وانتوا عارفين العلاقات ما بين الاهلي والرجاء وجمهور الاهلي والرجاء عامله ايه. يعني في ناس ممكن تزعل، لا مش عايزكم تزعلوا، ده احتراف يا جماعه، ده واحنا اخوات يعني، احنا ما نعزوش حاجه على بعض يعني. ويا عم نديكوا سعد سمير ولا رامي ربيعه نبعته لكم هديه على الصفقه، خدوهم. لا لا انا مش عايز ابليكوا والله، فخدوا فلوس الصفقه بس مش لازم لا ده ولا ده عشان ما تدعوش علينا. صفقه منتظره خلال الكام يوم اللي جايين، واللي اكد الكلام زي ما قلت لكم احمد شوبير مش هيقول حاجه ويلمح لحاجه غير لما يكون في تفاوض حقيقي بين الاهلي والرجاء. اتمنى انا كعصام ان الصفقة تتم. انا شايف ان سفيان لعيب كبير، مهاجم كبير، ومهاجم هيعوضنا، ومهاجم هيسد المنطقة الهجومية عندنا كده. ولتر بواليا بنسبة 90 أو 99% هيمشي في حالة قدوم سفيان رحيمي، لان ولتر بواليا ما قدرش انه يثبت نفسه مع النادي الاهلي. ممكن يكون كان مقدم موسم ولا موسم ونص مع الجونة كويس، بس فانيلة الاهلي تقيلة زي ما قلت لكم، والجونة غير الاهلي. الاهلي فرقة بتلعب في افريقيا وبتنافس على البطولات كل سنة، عايزة كل البطولات تخش تاخدها. فده ممكن سفيان رحيم يسدلنا وهو كان في نادي بطولات برضه. قول لي رايك في الكومنتات، انت شايف الصفقه عامله ايه؟ واخواتنا المغاربه طبعا قولوا لنا رايكم في سفيان رحيمي. كده بكون وصلت لنهايه الحلقه، بحبكم في الله ودمتم في امان الله، وكل سنه وانتم طيبين. سلام.